الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار حديثنا خلال الشهر الماضي وفي أكثر من مقطع تكلمنا عن السلاسل الزمنية كمقدمة. أقدم في هذا المقطع مادة متقدمة من السلاسل الزمنية تحت عنوان التكامل المشترك Co-Integration. التكامل المشترك Co-Integration، وعلى بركة الله نبدأ. يمكننا القول بأن معظم السلاسل الزمنية الاقتصادية ليست مستقرة Non-Stationary، طبعا بالمعنى الذي عرفناه في مقاطع سابقة، إذ عادة ما تجنح هذه السلاسل إلى الأعلى مع الزمن، تزداد باضطراد في الظروف الطبيعية أو ربما تنخفض. لكن مثال على الصعود إلى الأعلى بالسلسلة الزمنية، الإنتاج الوطني يعني دائما بيرتفع مع الأيام، ربما الأسعار ترتفع، الاستهلاك يرتفع، الاستثمار وما شابه، وتكون مركبة الاتجاه اللي هو trend component، مركبة الاتجاه فيها تتذبذب عشوائيا. تعلمنا في دروس سابقة كيف نستخدم اختبار ديكي فولر، ما يسمى ديكي فولر augmented test، المجمع هذا، حول استقرار أو عدم استقرار السلسلة الزمنية. وتعلمنا كيف نختبر وجود الاتجاه في السلسلة وكيف نزيله إذا احتجنا إلى ذلك، خاصة بطريقة حساب الفروقات مثل differencing، كي نجعل السلسلة مستقرة stationary. سنتعلم بإذن الله تعالى في هذا الدرس كيف نتعامل مع سلسلة غير مستقرة من غير حاجة إلى جعلها سلسلة مستقرة، وينصب حديثنا على تحليل ما يسمى المتغيرات ذات التكامل المشترك، سأختصرها بتاميم تكامل مشترك Co-Integrated Variables. نتابع. يقال عن أي سلسلتين أو أكثر بأنها ذات تكامل مشترك إذا اشتركت في اتجاه عشوائي واحد، أو مثل باللغة الإنجليزية Share the same common stochastic trend. إذن يقال عن أي سلسلتين أو أكثر بأنها ذات تكامل مشترك إذا اشتركت في اتجاه عشوائي واحد، Share the same common stochastic trend. تساعدنا معرفة التعامل مع مثل هذه السلاسل في صياغة نماذج قياسية مفيدة وربطها بالنظرية الاقتصادية. مهم، إذا كانت المتغيرات التي نحاول صياغة نماذج قياسية لها ذات تكامل مشترك، بمعنى آخر إذا هذا المتغير نريد أن نصوغ أو نصيغ نموذج قياسي عنهم، إذا كان ذات تكامل مشترك فمن الممكن ألا نحتاج إلى جعلها مستقرة، خاصة بواسطة حساب الفروقات اللي هو differencing، وبالتالي لن نفقد معلومات هامة كاملة في السلسلة الأولية غير المستقرة. عادة ما توصف العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية، خاصة المتغيرات الكلية، بواسطة اتجاه غير مستقر non-stationary trend، وهي علاقة تعكس التوازن في الأمد الطويل بين الإنتاج والإدخار، بين الإدخار والاستهلاك، بين الإنتاج والاستهلاك وما شابه. يمكن نماذج أي جنوح drift، هي أي جنوح عن التوازن في الأمد القصير بواسطة ما يسمى آلية تصحيح الخطأ أو Error Correction Mechanism. هذه مهم جدا، وهو موضوع شرحناه في مقطع سابق أرجو الرجوع إليه. لكن عادة ما يلجأ القياسيون إلى ما يسمى اختبار إنجل جرانجر في التكامل المشترك. التكامل المشترك تعميم هنا إنجل جرانجر هو الاختبار. اختبار إنجل جرانجر للتكامل المشترك إنجل جرانجر Co-Integration Test يرتكز على مبدأ الحصول على تقدير لمعامل التكامل المشترك هنا، وبعدها نقوم باختبار إذا أدت التوليفة الخطية المتشكلة بواسطة هذا المعامل من السلسلتين إلى شو I0 اللي هو Integration of Order Co-Integration of Order 0. بمعنى آخر، إذا على سبيل المثال إذا حصلنا على الفرق بين السلسلة الأولى والثانية أو متوسط الفرق بيناتهم أو وهكذا، يعني توليفة خطية، أو أنه إحدى السلسلتين ضربنا كل قيمة فيها بمعامل معين وطرحنا من السلسلة الأولى، معنى ذلك أنه إذا كان في بواسطة هذا يعني في تكامل مشترك يمكن اختباره بواسطة إنجل جرانجر تيست اللي هو اختبار إنجل جرانجر.
يجرى الاختبار في ثلاث خطوات رئيسة. الأولى اختبار إذا كان المتغيران متكاملين من الدرجة نفسها، لنقل I1 المتغير يعني متكاملين من الدرجة الأولى، فإن هذه الخطوة تجرى بواسطة اختبار الجذر الأحادي. تذكروا يونت روت له مقطع، خصصنا له مقطع لوحده لأنه من الموضوعات الهامة. فإذا يمكن لنا أن نختبر التكامل المشترك بواسطة ما يسمى الجذر الأحادي. اثنين، نقوم بتقدير معلومتي العلاقة طويلة الأمد التالية بواسطة المربع الصورة الاعتيادية، هاي ميم صاد عين مربع الصورة الاعتيادية. هذا نقوم ب بمعنى آخر أن نقدر المعلمة ألف ناط ألف ون ونختبر العلاقة الطويلة بيناتهم. لابد أن نتذكر أن مربع الصورة الاعتيادية كطريقة تؤدي إلى انحدار غير منطقي إلا إذا كانت السلسلتان مستقرتين، وعند تحقق هذا الشرط اللي هو استقرار السلسلتين فإن الانحدار ينتج تقديرات متسقة لمتجه التكامل المشترك، وبالتالي تكون الآن هذه y المقدرة yt hat ناقص ألف هات نوت ناقص ألف هات ون في xt، يعني هذه القيمة المقدرة هاي القيمة لما نقصهم مع بعض ينتج بواقي، هاي بتكون متكاملة من الجزء الصفر. وحيث أن المعادلة مبينة على تنتج بواقي الانحدار، نقوم باستعمال البواقي، الفرق بين هذه وهذه الآن، باستعمال هذه البواقي في اختبار التكامل المشترك. نقوم باختبار وجود الجذر الأحادي في البواقي، معنى آخر الآن الفرق بين القيم الفعلية والقيم المقدرة هنا تنتج بواقي، هذه نختبر البواقي إذا كان فيها جذر أحادي. إذا كان فيها جذر أحادي لا نستطيع أن ندعي أن هناك تكامل مشترك بين السلسلتين، وبالتالي لا تكون البواقي مستقرة. مثال نظري، لاحظوا الآن لنفترض بأن هناك سعرين لو P1 P2 لسلعتين مختلفتين يشتركان في نفس الاتجاه كما هو مبين. لاحظوا لي، يمكن صياغة نموذج قياسي العلاقة بين السعرين كما يأتي. الآن P الأولى T تساوي بيتا 1 في السعر الثاني زائد إيرور معروف، إذن الإيرور يساوي الفرق بيناتهم. الآن الفرق بين هاي السلسلة وهذه السلسلة، حيث طبعا B1 حتى تكون هذه مستقرة يجب تكون أقل من واحد بالقيمة المطلقة، فإذا كانت هذه الإيرورز الفرق بين اثنين مستقرة بكون التكامل المشترك بين السعرين. نتابع كل حال، إذا كانت الأخطاء سلسلة عشوائية مستقرة، الأخطاء كانت سلسلة عشوائية مستقرة، فيمكن تمثيل على شكل دالة ذاتية للانحدار كما يأتي. الآن هذه الدالة اللي هو الإبسلون سب تي تساوي جاما 1 في الإبسلون سب تي ناقص 1 زائد الإيرور الثاني، حيث طبعا الجاما 1 هنا أقل من 1 صحيح بالمطلق. بالتعويض على الإبسلون بدلا هذه القيمة، لاحظوا لأنه أتينا بها من هنا، أرجع بعد إذنكم، أتينا بها الإبسلون سبتي هو الفرق بين هذه القيمة على اليمين والقيمة على الشمال، أو المتغير على الشمال والمعادلة على اليمين، وبالتالي هنا هذه إيتي عبارة عن سلسلة. فبقول بالحالة هاي نكبل حصلنا عليها من هنا، وبالتالي الآن اي ابسلون سب تي تساوي هذه القيمه. بالتعويض عن ابسلون سب تي بدلاله انها تساوي هذه القيمه عوضنا عنها هنا، وبالتالي هذه الان تساوي هنا وتساوي ابسلون عفوا دلتا 1، لكن بالفتره السابقه لها ابسلون سب تي هنا نعوض عنها بدلاله المتغير بي 1 تي ناقص 1 وبي 2 تي ناقص واحد طبعا بيتا زائد الميو هنا الخطأ. فلاحظوا الدقة هنا، لكن بالتعويض يعني التعويض واضح جدا جدا، على الرغم من أنه من السهل الممتنع كما قال لي صديقي علي من الجزائر أو عبد الكريم من الجزائر. الآن نتابع، نقلنا كل شيء إلى اليمين فأصبحت بي وان صبتي لوحدها تساوي هذه القيمة. لاحظوا لي يعني تحتاج إلى تدقيق من حضراتكم، بإضافة أو طرح طبعا حسب الحاجة هنا بي 1
لكن التي ناقص واحد وبي تو التي ناقص واحد إلى الطرفين نحصل على الدلتا هون، وهي مهم جدا. هاي إذا أضفنا لها الآن، هاي طرحنا منها، هذه طرحنا منها القيمة، هذه إذا يعني طرحنا من هذه القيمة هذه القيمة، وطرحنا من هنا هذه القيمة، بيطلع عندي هلا دلتا صب عفوا دلتا بي صب 1 صب تي، اللي هي الفرق يعني ديفرنس بين القيمة الأولى والثانية، تساوي ألفا في هذه القيمة بي 1 صب تي ناقص 1 سالب بيتا 1 في بي 2 تي صب ناقص 1 زائد إبسلون. لكن ألفا ما هي الآن؟ حيث ألفا تساوي سالب بي 1 ناقص جاما 1 أو دلتا 1 عزب، وتكون بالحالة هاي إذا تحقق هذا الحكي بكون الدلتا هاي اللي هي هذه الآن بتكون مستقرة. تسمى هذه الطريقة في تمثيل علاقة بين بي 1 وبي 2 بآلية تصحيح الخطأ اللي هي Error Correction Mechanism، قدمت عنها مثال في السابق وإن شاء الله في المستقبل سأقدم مثال آخر، وهي تصف الطريقة التي تصل أو تعود بواسطة المتغيرات إلى التوازن، وتبين كيف تتأثر المتغيرات بالانحراف عن التوازن. نتابع. بناء على ما تقدم يعرف التكامل المشترك Co-integration بأنه اختبار الارتباط في الأمد الطويل Long Run Correlation أو لفترات زمنية محددة بين سلسلتين أو أكثر من السلاسل غير المستقرة، وعادة ما يساعد اختبار التكامل المشترك في تعريف التوازن لمجموعتين أو أكثر من المتغيرات، ويساعد كذلك في تحديد المسارات الممكنة التي تكون فيها السلسلة الزمنية سلسلتين أو أكثر متكاملة بشكل مشترك، وكيف أن السلاسل المتكاملة لا تبتعد عن بعضها في الأمد الطويل. هنا مثال لننظر في مسار المتغيرين الآتيين: لوغاريتم الطبيعي لعدد الحافلات natural log of x اللي هي سيارات ووسائط النقل المختلفة المسجلة في قيود دائرة ترخيص المركبات فيها حسب السنوات، واللوغاريتم الطبيعي لعدد الحوادث. هذه الآن بينها حسب الفترة الزمنية 15 أو 15 فترة. الآن هاي اللوغاريتم الطبيعي لعدد الحوادث، اللوغاريتم الطبيعي لعدد المركبات المسجلة. الآن للوهلة الأولى بنقول أوه هنا يعني في عندي زيادة في أو ارتفاع ترند أو اتجاه، معنى ذلك بأن السلسلتين غير مستقرتين. لكن دعنا نتأنى حتى نشوف التكامل المشترك. من أجل التأكد من أن البواقي تخلو من اتجاه وتخلو من الجذر الأحادي، أجرينا انحدار اللي هو هذا على هذا اللي هو عدد الحوادث الناتشر لوغ لها، عملنا انحدار له، قمنا بانحداره على الناتشر لوغ أو اللوغاريتم الطبيعي إلى العدد عدد الحافلات المسجلة، فكانت النتيجة كما يلي. هذه الآن النتيجة: القيمة التقديرية للوغاريتم الطبيعي لعدد الحوادث تساوي سالب هذا 2. أو يعني 2.9650 زائد هذه أقل من واحد صحيح، ولو أنها قريبة كثير من واحد صحيح، لكن على الأقل يعني بهمني أنا المبدأ هون. يعني هذا الرقم كثير عالي، ينبغي أن يكون أقل من ذلك حتى نقول والله في استقرار، لكن نأخذه كما هو وكأنه يعني أقل من واحد فعليا. وطبعا مضروب هذا point اللي هي 0.9976 مضروب باللوغاريتم الطبيعي لعدد الحافلات المسجلة، الR سكوير 99% عالي، T فاليو عاليات. إذن لاحظوا ما يهمنا من هذه النتيجة تحديد سلوك البواقي، بدي الآن الفرق بين هذه القيمة الفعلية والقيمة المقدرة من المعادلة. يعني تعرفتم كيف نستخرج البواقي، نعوض عن XT القيمة الفعلية، فبكون الفرق بين هذه القيمة والقيمة المقدرة من هون بعد التعويض عن X بتكون هي قيمة البواقي. فالآن هذه البواقي لاحظوا لي هاي سلسلة البواقي، هذه سلسلة البواقي، لاحظوا لي هناك الاستقرار واضح، هي أنها كانت مرتفعة وانخفضت ثم ارتفعت لكنها استقرت. لو شطبت أنا يعني الجزء الأول منها بتكون السلسلة مستقرة بامتياز.
نستنتج من الاختبار البياني لسلسلة مواقف. طبعا هو اختبار بياني، لم أقم باختبارها بواسطة ديكي فولر، لا. يعني كثير، لأن ديكي فولر معظم الحالات بعطينا أنها غير مستقرة، لكن هنا سلسلة بواقي مستقرة بالنظر. نقول بأنها مستقرة حول الصفر في الأمد الطويل، ومن ذلك يمكن القول، يمكننا القول بأن السلسلتين LNX والNY متكاملتان بشكل مشترك، they are co-integrated. ويمكن التأكد من استقرار بواسطة اختبارات منهجية أخرى، لكن الآن يعني أنا لا أعترف بهذا المثال إلا بالاختبار البياني. ويمكن تقدير معلوماتها، معلومات النموذج، بواسطة آلية تقرير الخطأ. أوكي، هذه الآلية موضوع موضحة في مقطع سابق، أرجو الرجوع إليه كي نتعرف أو تتعرفوا على طريقة التقدير. أعتقد أنه انتهى هذا، إن شاء الله إلى مقطع آخر عن سلاسل زمنية قريب بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.